في لحظات كانت صعبة جدا وما عشناهاش قبل كده بالنسبة للأجيال المعاصرة ليها كلها، ما عاشتهاش قبل كده. كان القوى السياسية المختلفة بتقول أنه مش هيحصل انتخابات، وأنه الانتخابات في الوضع الأمني الصعب جدا الملتهب جدا في الشارع ده نوع من الجنون، وفي ناس ممكن تستفيد كمان من الموضوع ده. وكان ليا الشرف أن أنا ساعتها بتكلم في التليفون وكان على الهواء مباشرة مع اللواء منصور العسوي، وكان يتحمل مسؤولية وزارة الداخلية في اللحظة دي. وفاكر كويس قوي أنه كنت بسأله هل الوضع يسمح بانتخابات بالفعل هتتم وإحنا في المشهد اللي إحنا شايفينه ده على الأرض؟ فساعتها قال أنه هو يتحمل مسؤولية إجراء الانتخابات بشكل عادل ومحترم زي ما الناس عايزة، وأنه ده انعكاس للناس المسؤولة عن البلد في اللحظة دي، وكان على رأس المسؤولية الله يرحمه المشير طنطاوي. بقول لحضراتكم الكلام ده لأنه برضو هذا صوت لم نسمعه لفترة طويلة، لكنه نتشرف بأنه اخترنا يكلمنا عن لحظات دقيقة جدا ممكن نكون إحنا ما عشناهاش